التطور الكبير الذي تشهده تقنية الاتصالات الحديثة دفع القائمين على المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالبديعة إلى الاستفادة من هذه التقنية وتسخيرها لخدمة الإسلام ونشره، مما يوفر الوقت والجهد على الدعاة للوصول إلى أكبر شريحة من غير المسلمين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. رسالة جوال ليس إلا قد تكون باباً لخير عظيم لا ينقطع على مر السنين، وقد تهدي من خلالها شخصاً غير مسلم تعرفه من أي جنسية وفي أي مكان وتنال أجر هدايته إلى الإسلام. ما عليك إلا أن ترسل رسالة نصية أو عبر التطبيق الخاص بلغني الإسلام إلى الرقم 0555 98 88 99.